أحرار الشام وفيلق الرحمن وجيش الإسلام. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الشعب يريد توحيد الجيش الحلف ليكون مصير المنطقة الجنوبية والغوطة الشرقية واحد بصوت واحد. شكراً. اليوم خرجنا بمظاهرة لتوحيد الجيش الحر، هذا مطلب أساسي للشعب بسوريا، وعم نكرر خروج جبهة النصرة من الغوطة الشرقية، ويكونوا إخواننا المجاهدين كلهم بخندق واحد في ميادين العسكري والميادين السياسي. وهي الراية رايتنا، وهي الراية رايتنا، وهي الغوطة غوطتنا، وهي الغوطة غوطتنا. كل ما بدأ به جيش الإسلام إن لم يخرجوا هؤلاء الملثمين من ثورتنا. الله أكبر. كفانا مزاودات من هيئة تحرير الشام.